السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وتسليما على النبي المصطفى محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل كل حزن سهلا. اللهم سهل لنا كل أمر عسير، إنك بالإجابة جدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. ما يتعلق بحياة الإنسان وعلاقته بربه هي علاقة عظيمة، والإنسان من قبل ربه إنما هو عبد يتقرب إلى الله عز وجل بأصناف العبادات، ومن بين هذه العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ما من عليه من مال. ولنا وقفة بإذن الله سبحانه وتعالى في آية من آياته سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، إذ يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان وأوجده في هذه الحياة وأنعم عليه بنعم شتى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أن من بين هذه النعم هي نعمة المال، وكثير النعم التي امتن الله بها على الإنسان. فالله عز وجل يبين أمرا مهما عظيما يمكن أن يغفل عنه هذا الإنسان في هذه الحياة ولا يهتم بأمر هذه العبادة التي يمكن أن تكون سهلة يسيرة عليه بما يسر الله عليه، وهي ما يتعلق بإنفاق المال. فالمال الذي بين يدي واحد منا إنما هو مال الله عز وجل. كل واحد منا لا يملك شيئا في الحياة، ليس له ملك، ولو ادعى كل واحد منا أي ملكية كانت فإنما هي عارية وأمانة يسأل عنها هذا الإنسان يوم القيامة. فبالنسبة للمال هذا هو من الله منة، لأن الله قد وصفه بقوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فجعله الله زينة. الإنسان يزين به أحواله ويستر به حاله وينظم به حياته، لم يجعل الله تعالى هذا الإنسان مجرد جثة ليس له مشاعر، وإنما جعل لهذا الإنسان عقلا يفكر به ومشاعر يحس بمن حوله وبما حوله، ويستشعر كل نعمة من نعم الله عز وجل عليه. فعندما ينظر الإنسان إلى كلمة المال فنعرف أن هنالك من يقول بأن المال هو قوام الحياة، وفعلا المال هو قوام حياة الإنسان. فإذا كان الإنسان يملك مالا فهو في الحياة يستطيع أن يتصرف بهذا المال بأي شيء يريد أن يحققه، يستطيع بهذا المال أن يتزوج هذا الإنسان، ويستطيع أن يبني بيتا، ويستطيع أن يؤسس هذا البيت ويسكن هذا البيت وهو في راحة تامة. وتجد على أن بهذا المال لو تطلب علاجا
ويتطلب سفرا بكل سهولة ويسر أن يقوم بتجهيز نفسه بتذكرة سفره وإعداد السفر والوصول إلى الأطباء أينما كانوا في أي دولة من الدول من أجل صحته، وهو بالمال يشتري هذه الصحة وبالمال يشتري كذلك راحة نفسه. فتجد أن لسان صاحب المال يمكن أن يسافر إلى أبعد الأماكن، وبالمال يستطيع هذا الإنسان أن يوسع على نفسه وعلى عياله وأهله، وبهذا المال هذا الإنسان يستطيع أن يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه وينال من الله الأجر العظيم. لأن الله تعالى قال في بداية سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثلاث قواعد ترتكز على ما يتعلق بعبادة الإنسان وتقرب الإنسان إلى ربه. فإذا أولها الإيمان بالغيب، وعلى أن هنالك يوم آخر، وعلى أن هنالك جنة، وعلى أن هنالك بعد العمل جزاء، ويعد العدة لذلك اليوم الآخر. فإيمان باليوم الآخر يجعله عاملا في هذه الحياة الدنيا. ومن ضمن هذه الأعمال التعبدية ضرب الله مثلا بذلك، وهي الصلاة المفروضة على الإنسان التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. فإذا جانب روحي يتواصل بها الإنسان مع خالقه سبحانه وتعالى لتقوى هذه العلاقة. ثم يقول الله تعالى ومما رزقناهم، فقال الله تعالى وما رزقناهم إياه ينفقونه، يعني أنت يعني تعمل وتكد وتتعب ثم تجمع المال فتنفقه في سبيل الله. قال ومما، رحمة من الله بالعبد، وقال ومما رزقناهم، لأن الرزق ممن؟ من الله. الرزق من الله، لا يمكن لإنسان أن يدعي أنه حاصل على هذه الثروة مهما كانت، ومهما هو عمل، ومهما هو تعب في ليله ونهاره وسافر وكد وحصل على هذا المال، فإنما الرزق هو من الله. هو أخذ بأسباب ماذا؟ كل منا أخذ بأسباب الرزق، لكن الرازق هو الله عز وجل. فإذا الله يقول ومما رزقناهم ينفقون، إذن هؤلاء الذين ينفقون إنما هم المفلحون حقا. في آخر هذه الآيات هم المفلحون حقا عند الله سبحانه وتعالى. إذن بالنسبة للمال هو مال الله وهو في أيدينا عارية، وينبغي لكل واحد منا أن يبذل جهده ألا يجعل المال أين؟ ألا يجعل المال في قلبه، لأنه لو جعل المال في قلبه لتحكم ماذا؟ لتحكم به. المال لو جعلناه في قلوبنا لتحكم بنا وأصبح مسيطرا علينا، يعني هذا المال بكثرته أو قلته لو حسبنا له حسابا وأخذنا نفكر فيه في ليلنا ونهارنا ويشغلنا ويشغل حياتنا لأصبح هو المتحكم فينا. والأصل أن الإنسان هو المتحكم ماذا؟ في المال. الإنسان هو المتحكم في المال وليس المال متحكم فيه. لكن بعض الناس الذين شغلوا بالمال وجمع المال وليس تفكيرهم في الحياة إلا المال، حتى أنهم ينسوا أولادهم من كثرة جمع المال، ينسون أولادهم، ينسون رعاية الأولاد، ينسون أنهم يسألون عنهم يوم القيامة، سيسألون عن أموالهم ولكن سيسألون عن من؟ في البداية عن أولادهم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن ماله، سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن بالنسبة للأبناء هم أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فالمسؤولية الأولى هي مسؤولية الأبناء.
لكن الله لو نظرنا إلى الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ماذا تقدم هنا؟ تقدم المال على الأولاد على الأبناء، لأن اللسان يعني يبذل جهده ويقول أنا أجمع المال من أجل الأولاد، فإذا ما جمع المال وانغمس في يعني في حبه لهذا المال وتحبون المال حبا جما، تجد على أن اللسان لا يفكر من أين يأتي بهذا المال، هل من حله من حلاله أو من حرامه، لا يبالي إن انغمس في حبه لهذا المال مثل ما يقال وأخذ بلب قلبه، لا يستشعر في من حوله، يمكن يعني إن فقد أحد أبنائه لا يتأثر أكثر مما أنه يتأثر بفقد شيء ماذا من ماله، يمكن أن يصاب الإنسان بجلطة، يصاب الإنسان بأمراض، يصاب بجنون، يمكن ما لا يتصور إن فقد شيء من ماله، ولكن إن فقد أحدا من أولاده فتجد على أنه يتأثر حزنا، لكن لانشغاله بالمال وانغماسه في تأثره بالمال أكثر من تأثره بمن بأولاده. فإذا القاعدة الأولى أن المال جعله الله عز وجل نعمة من نعمه، الإنسان لا ينظر إلى المال على أنه لا قيمة له ولا يسعى لأجله ولا يبحث عن العمل أو عن الطرق التي يكسب منها المال الحلال، لا، إنما يراد من الإنسان أن يسعى، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خذوا الأموال اجمعوها، المؤمن عند الله القوي أحب إلى الله وأقرب إلى الله من المؤمن من الضعيف، اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد المعطاءة خير من اليد الآخذة، فالمؤمن مطالب بأنه يسعى ويعمل ويجمع المال، ولكن بشرط ألا يؤثر عليه هذا المال ويأخذ ماذا قلنا بقلبه ويبعده عن طاعة ربه، وإنما يجعل هذا المال الذي يجمعه إنما يريد أن يتبلغ به في حياته الدنيا بإنفاقه، ثم ليصل به إلى طاعة من؟ إلى طاعة ربه، يعلم أن هذا المال الذي يحصل عليه وجمع هذا المال إنما هو رزق من الله ساقه الله إليه، فيؤدي به إلى الحمد والشكر، يعني يعرف الله أن الذي أمده بهذه النعمة إنما الله، فيولد عنده ماذا؟ نعمة الشكر وعبادة الشكر، لأن الشكر عبادة ليس بعبادة، والله الذي يقول لئن شكرتم مع ذلك لأزيدنكم، لأنها عبادة، لو لم تكن عبادة لما الله تعالى زاد العبد من واسع فضله، لكنه علم أن هذا العبد أدرك أن هذا المال الذي حصل عليه إنما حصل عليه من عند ربه، فهو يشكر الله على هذه النعمة، ثم أن الله يقول بهذه النعمة التي حصل عليه من المال، وأما بنعمة ربك فحدث، كيف تحدث؟ هل بس في الكلام أنا جمعت المال وحصلت وفعلت وتركت؟ لا، ليس الحديث ذلك، إنما الحديث أن الله يريد أن يرى ماذا؟ أثر نعمته على عبده من مأكل، من مشرب، من ملبس، من أنه مثل ما ذكرنا وسع على نفسه، على عياله، أولاده لا يسألون الناس ويطلبون الناس، وكذلك هذه النعمة يتحدث بها بإنفاقها في محلها وكما أراد الله منه، كما ورد في هذه الآية، فالله يمتدحنا في هذه الآية، ونسأل الله تعالى أن نتمثل بهم، عندما يقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في ماذا؟ في سبيل الله، ما قال الذي يأكلونه ويشربونه، وإنما قال الذي ينفقونه، إذن هنالك إنفاق، فالله تعالى امتدح ويقول الذين ينفقون ماذا؟ الله قال أموالهم، ما قال أموالي، المال مال من الأصل؟ الأصل مال من؟ نحن لمن؟ نحن كلنا لله، كلنا يملكنا الله، لأنه خالقنا ورازقنا ومحيينا وميتنا، وكل ما في الكون ملك لله، لكن الله بفضله وكرمه لم يقل مالي، المال مال الله، لمن الملك اليوم؟ سيأتي يوم القيامة، المدعون للأملاك لمن الملك اليوم؟ لن يجيب أحد، لله الواحد القهار، ستظهر هنالك الحقيقة. أما هنا عندما نتنافس على الدنيا ونحن يعني كما ورد أننا يعني تنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم
يعني هذا واقع الآن، أن الناس الآن لا يتنافسون على الخير ولا يتوجهون إلى أن يتعاونوا على الخير، وإنما تنافسنا على الدنيا، مما تولد الكراهية، مما تولد البغضاء، مما تولد الحسد، مما تولد يعني الافتراق، كل يكون في سبيله. إذا كانوا الأخوة الذين هم أبناء الأب والأم، الأخوة الذين هم قرابة ومن بطن واحد، وتجد على أنهم بسبب حفنة من المال يتنافرون ويتشاكون، ويعني يبعد كل واحد منهم عن الآخر. لكن لو أنهم كلهم يتنافسون من أجل الآخرة، لوجدت أن القلوب ترتبط ببعضها البعض، كما ارتبط أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه ببعضهم البعض، ويصفون الله بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان هو المحتاج، هو في حاجة إلى ذلك المال أو إلى ذلك الشيء، ولكن تجد على أنه يقدم أخيه المسلم على ماذا؟ على غيره، عندما عرفوا قيمة الإيمان وقرب ويعني قيمة القرب من الله، القرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الذين ينفقون قرضة على أموالهم، فإذا هذا المال الذي هم سعوا إليه وجمعوه وأصبح رزقا من الله بين أيديهم أصبح ماذا؟ ملكا لهم. إذا هل الله تعالى انتزع منهم هذا المال؟ هل عندما جمع منهم المال يعني طلب أن ينتزع منهم؟ لا، الله قال خذ من أموالهم، من أموالهم صدقة، هذه الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما قال خذ كل أموالهم، وإنما قال خذ من أموالهم، ولكن إن أخذها النبي وأخذها المشرع لأخذ الزكاة هل يأخذها عنوة؟ لا يأخذها عنوة، وإنما الأصل أن يأخذها ماذا؟ بطيب نفس حتى تكون مقبولة عند الله، يأخذ يعني يعطيها بانشراح صدر برغبة ذاتية، ليس مجبورا عليها، هو فقط أنه يعلم بحكمها، أن أحكام الزكاة وشروط هذه الزكاة كذا، فعليك أن تخرج هذه الزكاة، لكنه لو امتنع وهو مسلم الأصل في ذلك ماذا؟ أن تؤخذ منه عنوة، لأن الله قال خذ من أموالهم، لأنهم يحبون المال حبا جما، لأن المال تسلط عليهم فتملك قلوبهم. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما امتنعوا عن دفع الزكاة، عندما كانوا يدفعونها للنبي صلى الله وسلم عليه، ماذا قال؟ قال والله لو أنهم منعوني، الذين ارتدوا عن الإسلام بارتداد، قال والله لو أنهم منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه، لأنه يعلم أن هذه فرض زكاة مفروضة مثل الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله، حكم شرعي واجب، ليس الزكاة فيها يعني مثل ما نقول مجال لتخيل الإنسان أن يدفعها ولا يدفعها، لكن في الأخير كل إنسان هو حكيم نفسه، إذا أخرجها نال أجرها، وإن لم يخرجها أصبح آثما ويعاقب على تركها إن يعلم حكمها وقد ترك يعني ترك هذا الواجب. إذا الله تعالى عندما قال الذين ينفقون قال أموالهم، فإذا أصبح هذا الإنسان يملك مالا وهو بيده يتصرف به. الآن عندما يملك كل واحد منا بيتا وتصدر بذلك ملكية، أن هذه الملكية باسم فلان بن فلان، هل يستطيع أي إنسان أن يدخل بيته يعني بدون يعني حتى طرق الباب ويدخل ليريد لأن يأكل فقط أو يشرب، أم أنه عليه أن يستأذن؟ وإن لم يستأذن ماذا يحدث؟ دخل بيت رجل عنه جالس، بس جلس داخل مجلس وهاتوا الأكل هاتوا الشرب على كيفه، يدخل على ساعة ما أراد أن يدخل، لا يمكن أن يحدث ذلك، ولو حدث هذا الإنسان يمكن يكلمه بالطيف المرة الأولى وبينصحه، وإذا لم يتجاوب ماذا يحدث؟ يرفع عليه قضية أن هذا دخل إلى بيتي، كلمة قال بيتي ملكي بدون إذن، ماذا يحدث؟ سيصدر الأحكام فيه، سيسجن هذا الشخص أقل ما يمكن أن يكون أيام إن لم يكن شهورا، خاصة الآن في الأحكام على ما يمكن أقل القليل، لو تعدى الإنسان فقط بكلمة بلفظة تجد على أن السجن لا يقل عن شهر أو ثلاثة أشهر على سبيل المثال. فإذا كل ما في يد الإنسان الله ملكه إياه وأعطاه إياه، فقال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم ولكن في ماذا؟
قال في سبيل الله. إذن المال الذي يريده الله منا عندما قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، نحن دخلنا في هذه الآية، ولكن الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن مثل الذين ينفقون أموالهم في ماذا؟ في سبيل الله. إذن الشرط في قبول هذا الإنفاق أي إنفاق المال أن يكون ماذا؟ أن يكون في سبيل الله، أن يكون عطاء لمن؟ أن يكون عطاء لله. وأول أمر في سبيل الله قال أهل العلم والتفسير هو الجهاد في سبيل الله. متى ما كان الجهاد في سبيل الله عز وجل كان الإنفاق أقوى وكان أجره أعظم. وفي واقعنا الآن أن الإنفاق في سبيل الله وجهاداً في سبيل الله ليس جهاداً فقط بالسلاح ومجابهة أعداء الله عز وجل بالسلاح، وإنما حتى بالكلمة. يعني هذا الإنسان لو أنه استطاع أن ينفق هذا المال في سبيل الدعوة إلى الله، بأنه على سبيل المثال رجل آتاه الله من العلم ما يستطيع أن يدعو به الناس إلى الإسلام في دول الغرب، وأنفق هذا الإنسان هذا المال لمجموعة من الشباب الدعاة الذين يستطيعون فعلا أن يسافروا إلى تلك الدول بما منحهم الله من تلك اللغة وهو يتحدث بلسانهم ولديه من العلم ولديه الدعوة بالحكمة. ليس كل إنسان مجرد أنه يعرف اللغة ويذهب من أجل أن يدعو، وإنما يكون الإنسان لديه إلمام بمعرفة الدين وأحكام الدين ولديه أسلوب دعوة، فيمكن لهذا الإنسان بماله إن لم يكن هو مستطيعاً أن يذهب بنفسه للدعوة إلى الله أن يوفر هذا المال لعدد من هؤلاء الشباب الذين يستطيعون أن يصلوا إلى تلك البلدان وأن يدعوا إلى الله عز وجل، فهذا في سبيل الله. إذن أليس هذا الجهاد؟ أولئك جاهدوا بأنفسهم، وهذا جاهد بماذا؟ بماله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا أمر. الأمر الثاني، عندما هذا الإنسان يبني مسجداً في مكان لا تقام فيه صلاة ولا يذكر فيه الله عز وجل، وإذ به يبادر هذا الإنسان ليأتي ليبني ذلك المسجد في ذلك المكان ليرفع فيه ذكر الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، لتصطف الصفوف وإذ بالناس يأتون مصلين ذاكرين لله. كم لهذا الإنسان من أجر عند الله عز وجل. عندما ذكرنا قصة ذلك الرجل في لقاء الماضي، عندما جاء ذلك الثري ولديه مال وأخذ يبحث عن أرض ليبني عليها مسجدا، هذا الثري أراد أن يبني مسجد ولم يكن هنالك موجود أرض يعني بذلك الوسع وهي مناسبة، وإذ برجل فقير ليس لديه أموال، ليس لديه مال، فقير وعند أولاد، وإنسان يعني مثل ما يقال ليس لديه من دخل ينفق على عياله، يبحث عن الرزق بيومه، وإذ يأتيه الرزق من الله عز وجل بأن يموت قريبا له ليس له أولاد إلا هذا الرجل القريب ابن عم له، وإذ يرث هذا الرجل الفقير تلك الأرض من ذلك العم الغني. يعني في حياته لم يحصل من العم يعني شيء من الإنفاق، يعني ما قال هذا ولد أخويا وهو محتاج وأنا أنفق عليه وأعطيه شيء من مالي، لا، فجاءت إليه هذه الأرض الواسعة يعني من عند الله عز وجل نعمة وفضلا فملك هذه الأرض. وذلك التاجر يبحث عن أرض ليبني عليها مسجدا، فإذ به يرسل ممن يعينه في البحث عن أرض، وإذ به يجد على أن هذا الرجل
هو ليس محتاج إلى الأرض، محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى المال ينفق على أولاده، يعني بيبني بيت بسيط ثم ينفق باقي المال على نفسه وعلى أولاده. فإذ به يجد هذه الأرض معروضة للبيع، فعندما ذكر له المبلغ ذهب هذا الرجل إلى التاجر وأخبره بأن أرضا موجودة معروضة للبيع بكذا مبلغ، نقول حب 20,000. فجاء هذا التاجر وأراد أن يساوم على بيع الأرض، فاتفق على المبلغ. فقال له التاجر أعطيك نصف المبلغ الآن، يعني 7,000 مثلا ونصف، إذا كان 20,000 مثلا افتراضا 10,000 أعطيك إياها الآن، والعشرة أعطيك إياها بعد أن تتنازل عن الأرض في الأوقاف. قال وما دخل الأوقاف؟ هذا الفقير يقول وما دخل الأوقاف في الأرض، أنت المشتري. قال إنما أردت هذه الأرض لأبني عليها مسجدا، ولن أبني فيها مسجدا إلا بموافقة ماذا؟ الأوقاف، وأنا أردتها لوجه الله عز وجل، أنا أبنيها لوجه الله، لكن هذا الشرط، أعطيك الآن نصف مبلغ السلم واذهب إلى الأوقاف وتنازل عن الأرض ثم أعطيك نصف المبلغ. فرد عليه هذا الرجل الفقير، حقيقة أين نحن من مثل هؤلاء؟ تكففون الناس، لكنهم في المواقف عند الله عظماء. قال أوردت أن تشتري الأرض هذه لتبني عليها مسجدا؟ يقول له كيف ألقى الله يوم القيامة وقد بعت هذه الأرض لتبني أنت عليها مسجدا؟ إني لأخجل من نفسي، إنما أهب هذه الأرض لله وعليك أن تبني. نحن الآن لو واحد عند أرض قرب مسجد يقال بس أعطينا ذراعين، 3 أذرع، 5 أذرع، 10 أذرع، من أجل مواقف، من أجل مثلا توسعة المسجد، قال لك لا لا بضيع أرضي، أنا ببنيها أبيعها وبعطي أحد من عيالي يبنيها. لا، لا نفكر في الآخرة، إنما نفكر في الدنيا. الله امتدح وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، شبههم بماذا؟ يقول كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هل نتفكر في هذه يعني الآية العظيمة وفي كلام الله عز وجل عندما يقول الله تعالى كمثل حبة الذين ينفقون في سبيل الله، ما ينفقونه ضرب لنا مثل واقع نعيشه، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. عندما نأتي لحبة البر وعندما كل واحد منا ماذا يأخذ؟ يأخذ في يده حفنة من البر، هذا يأخذ حفنة من البر ويقوم بوضع أين؟ في الأرض. هذه الحفنة من البر الأصل أنه لو أراد أن يأكلها أكلها، هذه الحفنة من حبيبات البر، لكنه آثر أن يضعها أين؟ على أرض صلبة، أرض جافة. لأي شيء وضعها؟ ما الهدف من وضعها؟ ألا يريد من ذلك أن يحصل على ثمرتها؟ ألا ينظر على أن الحبة الواحدة التي وضعها ستأتي إليه بآلاف الحبات؟ إذن هو وضعها ويتأمل أن تخرج يعني سيقان هذه الحبة بعد ذلك ما تسمى بالسنابل، السنبلة، وهي التي تحتوي على عدد من الحبوب. ما يقول الله تعالى ويا من باب المثال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ماذا؟ 100 حبة. لكن هل هذه تحتوي فقط على 100 حبة؟
كثير منها يحتوي على أكثر من هذا العدد، لكن الله يعطي فقط ضرب مثال من أجل أن يستوعب كل واحد منا مقدار الخير الذي يناله عندما يوفق في سبيل الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الإنسان إذا أراد أن ينفق في سبيل الله في أي مجال من المجالات، في أي مجال، يعلم يقينا أن ما أنفقه يضاعفه الله له أضعافا مضاعفة. ضرب الله مثلا بمئة حبة إلى 700 ضعف، لكن الله بعد ذلك يقول: والله يضاعف لمن يشاء. فكلما يخرجه الإنسان لله ليعلم يقينا أنه سيعود ماذا إليه، كلما ما ننفقه في سبيل الله سيعود إلينا وعلينا، سواء كان في الدنيا أو ادخره الله لنا في الدار ماذا الآخرة. الله تعالى عندما قال: لن تنالوا البر مهما كل منا أراد أن يصل إلى حقيقة الإيمان وإلى عظمة القرب من الله، لن يصل، لأن الله الذي يقول: لن تنالوا البر حتى ماذا؟ حتى تنفقوا مما تحبون. كل منا ينظر إلى نفسه، يجلس مع نفسه في خلوته، ماذا كل واحد منا يحب؟ ماذا يحب في الحياة؟ الذي يحبه ينبغي أن يكثر من إنفاقه منه إذا أراد من الله الخير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك الصحابة عندما سمعوا هذه الآية لم يتوانوا، بل أنهم سعوا بأنفسهم، مثل أبو طلحة رضي الله عنه عندما سمع الآية هذه: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا رسول الله، إن وكان أبو طلحة هذا كثير، يعني من أكثر الرجال ملكا للنخيل، كان رجلا يمتلك الكثير من النخيل والمزارع في المدينة، ومعروف المدينة بثمارها. فقال: يا رسول الله، الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي في المدينة هي بيرحاء، يعني بالنسبة لهذا النخل والذي يسمى، وهذه الحديقة العظيمة التي تسمى بيرحة، هي من أحب أموالك. فقال: إنها من أحب أموالي يا رسول الله، فانظر أين تضعها، يعني جعلها لله، خلاص هذه. وهذه كذلك، أو هذا النخل كان فيه بئر عذبة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يخرج من المدينة أو يعود إليها يمر ببيرحة فيشرب منها، يشرب من تلك البئر لعذوبتها. فأبو طلحة هذا كان لديه أموال كثيرة، ولكن أحبها هذا المال، فقال: إني تركتها لله ورسوله. يا رسول الله، أين تريد أن أصرفها؟ صرفتها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ربح البيع. قال: اجعلها في أقرب الناس إليك، يعني اجعل ثمارها وإنتاجها يستفيد منها أقرب الناس إليك، الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين من أهلك وأبناء عمومتك من أقربائك، مدهم بها لتنال ماذا؟ أجرين: أجر العطاء وأجر صلة ماذا؟ صلة الرحم. أين أصحاب الأموال والأثرياء من ذلك؟ في واقعنا الآن الناس يئنون، كم نسمع حقيقة وكم نقرأ، وما يؤلم النفوس والقلوب، بيوت يعني مثل ما يقال أحيانا تغلق، والسبب الفقر ومطالبة الناس لهم بالأموال وعدم
قدرتهم على إيفاء الناس حقوقهم. وإذ بالأب في السجن، وإذ بالمرأة في بيت أهلها، وإذ بالأولاد يشردون، وكم من أحوال. أين صاحب المال؟ أين الذي أعطاه الله هذا المال؟ إن لم ينظر إلى البعيد فلينظر إلى القريب. أقل حاجة القريب، القريب منه، يحسن إلى القريب منه لينال الأجر من الله، يعطي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعطي يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، من لا يخاف الفقر، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله الرزاق، يضاعف لمن يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن نحن نفقد اليقين بالله، نحن في واقعنا نفقد اليقين. أي إنسان منا، تجد الآن الإنسان الفقير أو لديه المال القليل هو الذي ينفق، هو السريع في الإنفاق، هو الذي يبادر. أما الذي يملك المال الكثير قليلا من تجد أنه ينفق، وإن أنفق تجد على أنه ينفق بصعوبة. والذي ينفق ليعلم أنه يضاعف الله له في الدنيا، أن يمده بالصحة والعافية. الذي ينفق يمده الله بالصحة والعافية، ويشفي الله له مريضة، إن كان له مريض يشفي له مريضة. داووا مرضاكم بالصدقة، لا نقول حديث لكنه قول، ما داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة هذه وإنفاق المال وإخراجه تشفي المرضى. قصة تذكر على أن إنسانا أصيب بغيبوبة، واستمرت الغيبوبة معه لمدة عام كامل، وكانت له زوجة وابن. كونه أنه في غيبوبة وفي المستشفى وفي رعاية الأطباء، فوجودهم معه لا يقدم ولا يؤخر، ليس بإنسان منتبه، وإنما إنسان في غيبوبة لا يعلم من يأتيه ومن لا يأتيه. وهذه الزوجة المحب لزوجها وابنها المحب لأبيه كانوا لا يتأخرون عنه في زيارتهم اليومية، يأتونه في اليوم مرتين في فترة الصباح وفترة المساء كل يوم، ولا ينقطعوا، ويأتون إلى المستشفى من مسافة طويلة. وعلى استمرار مجيئهم للمستشفى ألفوهم الأطباء والممرضين والحراس والموجودين هناك والموظفين لمدة هذه المدة الطويلة، حتى أنهم من إشفاق الأطباء والممرضين والممرضات معه هناك عليهم، على هذه المرأة وعلى ابنها، فقالوا لهم: إن هذا الرجل يعني مثل ما يقال هو موت ماذا؟ سريري، مجرد أجهزة، كل جسم أجهزة، ما يحتاج تعبوا أنفسكم تأتوا يوميا، تعالوا في الأسبوع يوم، في الأسبوع يومين، ولا توفوا اليوم مرتين، لا تقدموا ولا تؤخروا إشفاقا عليهم. لكن المرأة وابنها لم يرضوا ذلك، بل أنهم ماذا؟ واصلوا إلى يوم من الأيام بعد مضي العام وقبل وصولهم في زيارة المساء، حدث أمر غريب في المستشفى. وفي غرفة ذلك الرجل الممدد في ذلك السرير، تأتي الممرضة كالعادة عندما يمر على المرضى، ويتجد أن هذا الرجل الذي كان في غيبوبة لمدة عام كامل يحاول نزع الأجهزة من جسده. إذن ماذا حدث له؟ انتبه من غيبوبته، فحاولت أن تمنعه من أن ينزع الأجهزة، ثم ذهبت تركض إلى أطباء غريبة، أمر غريب. وأتوا الأطباء مستغربين من الحالة، ووجدوا فعلا أن الرجل يعني يقاوم إخراج هذه الأجهزة من جسده. فأتوا الأطباء وفحصوا، فوجدوا فعلا أن الشخص يعني مسألة نبض القلب وإلى ذلك والتنفس
أمور طبيعية، فأمر الأطباء أن تنزع وأخذوا نزع تلك الأجهزة. في تلك اللحظات وصلت الزوجة والابن إلى المستشفى ودخلوا، والأطباء ما زالوا موجودين، وإذ بهم يجدوا أن الرجل بصحة وعافية، مثل ما الإنسان يعني فاقد الأصل الأمل، لكن الأمل بالله ماذا عظيم، يلتقي الأب يعني الزوج بزوجته وبابنه، يحدث الاحتضان، وبعد اللقاء الأطباء كونهم أنهم يعتمدوا على الجانب المادي المحسوس، سألوا المرأة وقالوا أصدقين القول. بعد ذلك قالوا نحن هذا الأمر خارج عن إرادتنا كأطباء، هذا الأمر خارج عن إرادتنا، ليس لنا تدخل فيه، يعني أنه قام من غيبوبته إلى ذلك، نحن فاقدين الأمل، لكن لا نستطيع أن ننزع عنه تلك الأجهزة. أحياناً عندما يحدث أن يصاب بعض الناس بمثل هذه الحالات، أو الأطفال الذين يولدوا ويكونوا معرضين لشيء من التشوه في بداية مولدهم، تجد على أن بعض الأطباء يعرضون على ذويهم أن فقط ينزعوا عنهم هذا آلة التنفس حتى يموت سريرياً وفي أسرع وقت، لأنهم ينظرون على أنه لو طال به الوقت لأتعبهم. وبالنسبة لأهل العلم في ذلك بأمر الله ورسوله أنه لا يجوز للإنسان أن يتدخل في حياة أي مخلوق تنبذ فيه، يعني أي إنسان يعني فيه الروح، أنهم يتدخلوا في نزع روحه أو إبعاد ما يمكن أن يبقيه على قيد الحياة إلى أن يأخذ الله سبحانه وتعالى هذه الروح، لا يجوز. فقالوا أصدقينا القول، هل هنالك من أمر تفعلونه؟ أنهم نظروا واعترفوا أنه ليس لهم دخل ماذا في يعني خروج هذه الغيبوبة أو انتباهته. فقالت المرأة ماذا يفعلون؟ تقول نحن في الصباح عندما نأتي إليه وبعد أن نسلم عليه نخرج من المستشفى هذا كل يوم، ونبحث عن الفقراء ونتصدق عليهم، يعني نعطي الفقراء كل يوم. خرجوا من المستشفى الصباح، بحثوا عن حال الفقراء، يمكن أعطوهم ريال، نص ريال، شيء من الأكل، لكن تصدق بنية شفاء المريض مع الدعاء، مع ملازمة الدعاء، أنهم كانوا يلازمون الدعاء بأن يشفيه الله ويعافيه، يدعون الله تعالى: وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم أنهم يتصدقون، فجمعوا الأمرين، فجعل الله في ذلك عبرة لمن؟ لأولئك الأطباء ولغيرهم. إذن عندما يقول الله تعالى الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ماذا؟ يضاعف لمن يشاء، يضاعف بالأجر والخير والبركة لمن يشاء، بمقدار ماذا؟ بمقدار نيتهم، وبمقدار إخلاصه في العطاء، وبمقدار حسن ظنه بمن؟ بالله. فالله تعالى إذن يأخذ من هؤلاء عطاءهم من هذه الأموال ثم يعيدها إليهم بمقدار ماذا؟ بمقدار إخلاص النية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي هو يعلم أنه وضعها بين يدي ربه، فيبارك الله له في ذلك في حياته وفي الدار الآخرة. ما زال لهذا الموضوع بقية وللحديث بقية إن كتب الله لنا العمر. إلى لقائنا القادم، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما،
ولا داع فينا ولا معنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.